اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص، الرؤيه والابداع والفن حصريا على النايل لايف. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. هنعمل مع بعض النهارده رز بالفواكه. الله، رز بالفواكه حادي. احنا متفقنا ان احنا بندخل كل انواع الفواكه في بعض الاكلات بتاعتنا، واشهرهم بط بالبرتقال، بط بالاناناس، بط بالتفاح وهكذا، لحمه بالتفاح، فطيره بالمكسرات وهكذا. انا هعمل النهارده نوع من انواع الرز، رز بالفواكه، ولكن البطل في الاكله ديت ده الجنزبيل. انا شفت الجنزبيل ده بالشكل الحلو ده شدين الانتباه، سبحان الخالق، شايفين مفيد جدا. والجنزبيل يعني ساحر، بيحرق الدهون، باور للجسم، بينشط المعده، له قيمه غذائيه عاليه جدا، بيورد الوش، يعني بص له فوائد كتيره قوي، وخاصه مع مشروب القرفه. انا ازاي هستخدمه مع طبق فواكه جميل جدا ورز، والطبق ده ممكن نحوله لحادق مع بشرة فلفل اسود جميلة وبابريكا مع الكركم والزعفران، خطير جدا. عايزة تخليه حلو مفيش مشكلة، الرز برضو مع الفواكه مع المكسرات مع الجنزبيل هنقدر نخليه حلو مع بعض. فاذا هنا الرؤية في البداية خالص احنا هنعمله ايه؟ هنعمله حادق ولا حلو؟ هنعمله حادق طبعا، لان احنا هنعمل رز بالفواكه مع الجنزبيل هيعجبكم قوي. تعالوا مع بعض زي ما وعدت حضراتكم، والخطة ما زلنا عليه للإخوة المسيحيين، بنعمل كل يوم أكل صيامي أو نوع سلطة أو نوع شوربة بنرضي بيه كل حبايبنا اللي بيشوفونا علشان نفطر مع بعض، ولينا مفاجأة إن شاء الله في الفطار. هعمل النهاردة كفتة. أوه كفتة وصيامي؟ كفتة يا شيف عايزة بيض وعايزة زبدة وعايزة، لا أنا هعمل كفتة البطاطس النهاردة بالشوفان. الله، نشويات في الشوفان، الشوفان في النشويات في البطاطس، وعندنا الشوفان من الرقائق المهمة جدا ومفعوله ساحر في الوقت الحالي نفسه، والشوفان له قيمة غذائية عالية جدا. ازاي اعمل كفتة البطاطس بالشوفان مع الخضرة البقدونس وكرفس وشبت، وطبعا ما ننساش البصل والثوم بتاعنا. الزبدة محطوطة على فكرة بالغلط، الزبدة مع الفواكه بتاعتنا. تيجوا نشوفوا مع بعض هنشتغل الاول، هنبدأ بايه يا شيف؟ هنبدأ بحاجة مهمة ونشتغل في طبق الرز، رز بالفواكه بتاعتنا الجميلة الحلوة، والصورة الحلوة على الشاشة تتحدث عن نفسها. نشوف مع بعض التفاح والموز، نوع من انواع المكسرات، لوز عشان يبقى مزاجنا لوز، ما ننساش الزبيب والفواكه المجففة مع القرفة مع الزبدة، وما ننساش الجنزبيل الطازة ورز بسمتي، والقرفة الناعمة دي اساسي. شوف المقادير نقولها مع بعض لحضراتكم سريعا كمان. الله، معانا ايه يا ست الكل؟ رز بسمتي وموز وقرفة وتفاح مع الزبيب والزبدة والجنزبيل الطازة ولوز، وطبعا ما ننساش بشرة فلفل اسود علشان نعمله حلو. الفلفل الاسود ده جميل جدا على فكرة، خاصة لما بيكون نوع حلو. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، ولكن في سر في الاكلة دي. ايه هو؟ هشرحه لحضراتكم. لما اعمل رز بالفواكه او رز بالخضار، لازم يكون الخضار والفواكه باينه في الرز، علشان لما ناكل كده ونقعد على السفره بتاعتنا نعرف ان فيه اهتمام، ما يكونش مخبوص. يعني ايه مخبوص؟ يعني كله مخلوط مع بعضه. عايز التفاح يبان بشكله والموز يبان بشكله وهكذا. طب الموز يا شيف احمد بياخد سوى بسيط جدا، والتفاح سوى كتير. لا، انا هعمل حركه هتعجبكم قوي دلوقتي علشان اريح الاثنين، والاثنين يظهروا بشكلهم الطبيعي سواء التفاح او الموز. هنخليه على جنب كده وهنقول لحضراتكم ازاي في الاخر هنضيفه. هنشتغل على الماتيريال بتاعنا اللي موجود معانا ده كده. اول حاجه معايا حله على النار، احط فيها الزبده مع الرز مع القرفه الخشب. الله عليك يا عم احمد، زبده ورز وقرفه خشب. ادي القرفه الخشب وادي الزبده. اول حاجه هبدا بيها مع بعض. حلو، كلام جميل قوي. عند الرز البسماتي الحلو بتاعنا، يا نعم، ممكن بالرز المصري تبقى جميله. حد بيقول لي يا شيف احمد ممكن نعملها بالرز المصري؟ اه ممكن نعملها بالرز المصري، مصر ام الدنيا. ولكن هي الرز بالفواكه انا حابه بالرز البسماتي، لان الرز البسماتي بياخد شكل حبه كبيره، ومع الفواكه الشماخه بتاعته بتناسب الفواكه. ولكن انت مش حابه بالرز البسماتي، اعملها بالرز المصري. مش هيقول لا. هنقعد نحمر الزبده مع الرز كده، نفلفلهم مع بعض، زبده وقرفه، لسه الجنزبيل دوره جاي.
الله، ولا حبة يا سيبك. ده رز بسماتي ده. قال وتجيب الحبة البيضة. الرز البسماتي فيه نوعين منه، في الحبة البيضة والحبة بتميل اللون الصفار. لون الصفار ده بتجيب الحبة تحطها على النار ساعتين وفي الاخر تبقى زي الكاوتش ببقنا وزي البلاستيك. معرفش الرز ده غريب الشكل، بحبوش قوي خلي بالكم. ويا سلام لو كنت جعان والرز ده قدامي، اكره نفسي وانا باكله. مش هحب اكل بلاستيك انا ولا باكل سفنج ولا ايه. اما الرز البسمات الحلو الابيض ده كده لما باكله بيدوب في البق دوب كده زي الزبده. اهو اقلبه كده مع الزبده والقرفه. اه ما حطيتش اي حاجه تاني خالص لسه لسه. معايا جنزبيل. معايا ايه؟ جنزبيل. ادي الجنزبيل الطازه. الله عجبنا قوي شكلها. حد قطع حته منها؟ مين اهي زعلت يا ويلي. يلا هناخد دي كده زي الفل وناخد دول كده. لا الاكله دي سرها في الجنزبيل. ونمسك الجنزبيل ده كده نقشره ونقطعه مع بعض مع الاكله دي. لازم يكون فيها طعمه الجنزبيل ظاهر، دي ميزه الاكله دي، لازم يكون فيها ايه طعمه الجنزبيل ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تليفوناتنا على الشاشه قدام حضراتكم، وانا عارف النهارده يوم مميز. اللي عنده سؤال لحلقتنا ديت واللي احنا بنعمله انا جاهز. جالنا سؤال من الكنترول، حد بيقول لي نقدر نعمل بدل الرز مكرونه بالفواكه؟ والله نقدر. نجيب المكرونه الصغيره بتاعت الكشري، هنحمرها في الزيت زي لسان العصفور، بعد ما نحمرها نعرفها على الفواكه. معنا اتصال يا نهى. يا استاذه نهى، يا حاجه نهى، ازيك يا سيف احمد؟ اهلا وسهلا ست الكل. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله رب العالمين. بعد اذنك يا سيف احمد، احنا اول حاجه بنشكرك على اكلك الجميل. الله يبارك لك. احنا لسه فاتحين التلفزيون وعايزين المقادير. مقادير رز بالفواكه مع جنزبيل. ايوه حاضر يا ست الكل. وتسلم ايديك على كل اللي بتعمله يا سيف احمد. الله يسلمك، اشكرك كل ذوق. بس يا ريتك تنزل لنا المقادير. حاضر عينيا حالا دلوقتي. ماشي. الاخراج الجميل سمعنا. شكرا يا ست الكل. استاذن طبعا فريق الاعداد الجميل. نشوف مقادير رز بالفواكه مع الجنزبيل. يلا عشان نقول للساده المشاهدين. الله بشر الجنزبيل بالشكل ده كده حلو. حلو قوي. جميل قوي. محدش قال لي يعني. المقادير والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. رز بسمتي وموز وقرفه وتفاح وزبده وزبيب وجنزبيل وايه كمان؟ ولوز. والمزاج اللوز يا شيف، لازم عن اللوز علشان هنشوف اللوز هيركب ازاي مع الفواكه بتاعتنا. ممكن لو في فستق او عين جمل مش هيقول لا. حلو، خلصنا من الجنزبيل قشرناه. الاكله دي على فكره هو روحها الجنزبيل. رز على النار اخباره ايه؟ ما نقلقش نقلب كده. لسه شفتوا؟ لازم حبيت الرز تشرب الزبده. حبيت الرز وهي بتتقلب بتشرب ايه؟ زبده. خلوا بالكم تخليها على النار كده زي الفل. بالصلاه على النبي هنمسك الجنزبيل ده نعامه بالسكينه. الله. كده. وبعد ما اقطعه كده احطه مع الرز. شايفين؟ حد هيقول لي يا شيف احمد هو لو كان ناعم مش افضل؟ ده كلام حلو قوي. انا عايز الجنزبيل ده يستوي مع الرز دلوقتي، بعد ما يستوي هيطرى. لما اجي اكله هياخد طعمة السكريات اللي هتبقى في الزبيب دلوقتي مع القرفة، فهيبقى طعمها مميز. ما كل أكلة لها شخصيتها. واحد يقول لك ده ما ينفعش تلبس الكرافات ده على الجاكيت ده، يا عم أنا ذوقي كده، أنت حر، أنا حر وأنت حر. مظبوط؟ فخلينا نحط الجنزبيل زي ما أنا بقطعه كده قد حباية ال يعني بقطعه يعني صغيرة أوي كده، صغيرة أوي أوي يعني. نقول إيه؟ شفت إزاي؟ أهو كده. لا هنقول أكبر من حبة السمسم يعني، أهو بالشكل ده كده. أهو. نعميه بقدر الامكان بالسكينه، ما تضربوش في الخلاط. يعني كله ينعم بالسكينه، انا عايزه ينعم بالسكينه. عشان لما اكل الاقيه معايا في ايه؟ مع حبايه الرز. اما لو نعمناه طعمه هيبقى جنزبيل بس ما انا شايف جنزبيل تحت اسناني. زي بالظبط لما نحط الثوم الصحيح مع الفاصوليا او مع الاكلات اللي هي بالزيت، هندبه بالزيت، سبانخ بالزيت، فاصوليا بالزيت وهكذا. شفتوا الجنزبيل؟ هاخده كده. حلو. الله
تعال يا عم الجنزبيل. قلنا سر الاكله ده في الجنزبيل ده. انزل خلاص. الله، قلب بقى كده. شايفين اللون حتى؟ هو ده اللي انا بدور عليه. ادي الرز مع القرفه والزبده والجنزبيل. حلو قوي. الله، نبدا نحط شويه ايه، ملح صغيرين. ركزوا معايا، لان كل بهارات هنحطها هنا لا حساب. احنا بنعمل رز بالفواكه والجنزبيل، مش كبسه ايا كان بيكون. يا ام محمد، ام محمد ازاي؟ الو ايوه يا ام محمد. الو الو ايوه يا محمد، انا معاكي. الو، ازيك يا شيخ؟ ازيك، استاذنك وقت التلفزيون يا ام محمد. وطي التلفزيون عشان اسمع حضرتك كويس. انا بعيد عن التلفزيون. اهلا بيك يا شيخ احمد. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيك. انا 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 عايزه، انا بدعي لك، انا بدعي لك من كل قلب، ربنا يديك الصحه والعافيه كده، ويوعدك بحجه كده العرضه كده تاني عند الرسول باذن الله. وبعدين انا عملت السبانخ بال عملت السبانخ بال اللي انت عملتها مع ال لا السبانخ عملتها فطاير. لا لا انا عملت السبانخ مع المشروم اللي انت عملته. سبانخ بالمشروم سلطه. تسلم ايديك، تسلم ايديك وصحتك وعينيك. الله، احلى فطوره بقى. انا بس انا عايزه السليق اللي انت عملته. السليق، تقول لي السليق انت حطيت حطيت بعد الرز مستوى حطيت عليه زبادي بالنشا ولا حطيت عملت ايه؟ لا، هو نشويات الرز بتكفيني، النشا اللي موجود في الرز. انا حطيت الزبادي، حطيت الزبادي في الاخر. عملتم بقى السليق السعودي. السليق السعودي، خدت المرق بتاع اللحمه لونه ابيض جميل حلو. حطيت زبادي امتى؟ حطيت زبادي في الاخر خالص، في اخر خمس دقايق قبل ما ارفع الرز من على النار. حطيت ايه؟ زبادي بس يا امي. قبل ما ترفع الرز حطيت زبادي بس ما حطيتش لا نشا ولا اي حاجه، لان النشويات اللي في الرز بتغنيني. تسلم ايديك وصحتك وعينيك. الله يبارك لك. ايه ده؟ ايه الرضا ده؟ روح، الله يبارك لك يا حاجه ويديك الصحه يا رب. احلى فاتوره. الدعوات الجميله ديت كل شيء هيروح الا الدعوه الحلوه، هترافقنا ليوم الدين ان شاء الله. والله، انما الفلوس هتخلص. حاضر حاضر يا باشا. شايفين الزبيب؟ التكنيك بتاع الاكل هنقوله بسرعه كده لحضراتكم، علشان هنغطي الحله دي ونقول لها عيشي مع نفسك. اول حاجه حطينا الزبده والقرفه، تعرفوا على بعض. ريحه القرفه مع الزبده بتجنن. نزلنا بالرز البسماتي بالغير ميه، قلبناه وفلفلناه لغايه لما الحبايه تاخد اللون البراوني. نزلنا بالجنزبيل بعد ما قطعناه كريات صغيره، حمرناه مع بعض. كل ده اتفلفل مع بعضه. خدنا الزبيب بعد ما حطيناه في شويه ميه، صفناه وحطيناه بالشكل ده كده. وهنعمل حركه لطيفه دلوقتي بسرعه، هنحط شيشاء ميه صغير ونقول له اتقل على الرز لما يستوي. حلو الكلام، قشطه. طبعا ما حطينا شويه ملح وشويه فلفل، هو ده الكلام الكبير قوي. حلو، اتقل على الرز بالزبيب واللوز والمزاج اللوز. النهارده حلقه خاصه جدا، بنعمل رز بالفواكه مع الجنزبيل، بنعمل كفته البطاطس بالشوفان للاخوه المسيحيين صيامي. حلقه خاصه بنصحكم وبقول لكم الشيف بيحبكم. اوعوا تروحوا بعيد، والكلمه خلاص للكبير. تحيا مصر، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، ولسه بنكمل مع بعض نعمل ازاي رز بالفواكه مع الجنزبيل. يمكن ده حصريا على شاشه النايل لايف، ولكن له تكنيك في عمايله. تعالوا احنا هنكمل مع بعض ازاي. طبعا هصطحب العدسه الجميله فرسان التلفزيون المصري. نشوف هنا الرز مع الزبيب مع الجنزبيل. اوعى وشك، اللون نفسه لون جميل، مع القرفه الخشب مع الزبده. الجنزبيل وجوده هنا مع الزبيب، الاثنين في تنافس، بيقولوا الاثنين شوف مين هيكسب في الاخر، انا ولا الزبيب؟ مين اللي هيكسب؟ طبعا الجنزبيل. بس الاثنين، الجنزبيل فيه سكريات مع تيست حار جدا، الزبيب فيه سكريات مع هدوء، الاثنين مع بعض زي الفل، هيبقى جميل جدا. الزبيب مع الجنزبيل الاثنين سكريات نوع مختلف، مع الطعم الخاص للجنزبيل هيديني طعم حلو قوي. والقرفه انا طبعا حاطه على نار هاديه جدا
علشان ليه هدف في الموضوع. نكمل مع بعض. عندي طاسة تانية على النار فيها معلقتين من الزبدة صغيرين، وعندنا لوز. يا مزاجك اللوز يا شيف. عندنا ايه؟ لوز. هاخد اللوز ده كده نحطه فين؟ مع الزبدة. الله، ركزوا معايا انا شغال ازاي، لان الموضوع هنا في غاية الاهمية، لان الخطوة دي خطوة صعبة شوية، وربنا يا رب يسهل لنا الصعب ويسهل امورنا. معانا التفاح. احنا قلنا التفاح والموز عايزين نحافظ على شكله، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. هنمسك التفاح ده نقشره، نقطعه ايه؟ قطع كبيرة. وانا عيني ايه الشمال على اللوز كده عشان يتحمر شوية. خلي بالك انا مش عايزه يتحمر قوي، بس انا هنقول هنعمل فيه دلوقتي مع التفاح والموز. ما انا عايز لما اغرف الاكله دي تغرفها دلوقتي كده هتفكرنا بالمقلوبه. يعني ايه؟ هنلاقي التفاح والموز على الوش مع اللوز، ونجي حاطين الرز مع الزبيب في قلب السرفيز، ونجي قلبينه في سرفيز مدور. الله، نبدا قدامنا عينينا تشوف ايه؟ تشوف لوز مع ايوه الحمد لله على السلامه. ايوه انا اخيرا سمعت صوت. طيب ايوه تمام، يعني ناخد التفاح كده. معانا اتصال. يا مدام جيهان ازيك؟ اهلا بيك يا شيخ. ايوه يا ست الكل، الله يخليك. كله تمام الحمد لله. انا بشكر حضرتك على كل حاجه حلوه حضرتك بتعملها لنا. الله يبارك لك يا ست، كل حاجه نعملها بحب ان شاء الله تطلع حلوه ان شاء الله. اموريني. الله يخليك. المره اللي فاتت يا شيخ حضرتك قلت البيضه اللي فيها بقى حمراء من جوه احنا نرميها. اه طب ما قلتلناش نرميها ليه؟ اه البيضة اللي فيها عين حمراء نرميها. اه حلو. طيب لو انا ممكن اشيل الزلال واستعمل الصفار ولا ارميها كلها؟ هجاوبك على السؤال الاولاني، ما قلتش نرميها ليه. اه نقطع بالشك واليقين وخلاص ونرميها، علشان احنا ناكلها بنفس حلوة. اه انا معرفش هي فيها كتكوت صغير، فيها خاتم سليمان، المهم فيها عين حمراء، عين ضربها بعيد عنك. هنرميها. خلي بالك. اه والله العظيم كسرتيها ولقيت الصفار مفصول عن البياض، برضو ارميها. احنا في جو الصيف طالعين اول. وبنصح الاخواننا اللي بيشتغلوا في السوبر ماركت، الناس الحلوين الشباب اللي جايين من الفيوم ومن كفر الشيخ ومن الارياف وبيشتغلوا في المدن الجديده، وانا مقصود اكتوبر العبور التجمع، بنشوف الحاجات دي كلها شغالين في السوبر ماركت. انت جاي من البلد راجل متعود على العيشه الجميله، البيض من الخير بلدك ومن خير بيتك والسمنه البلدي، ففاجئت لقيت البيض كراتين. انت شايفه هناك بيض كده فوق على السطح، تاخده وتسلقه وتاكله. انا واحد منك. البيض لازم يكون في جو بروده، يا اما تكييف يا اما مروحه، مش هقول لك حطه في الثلاجه. وانت امين على الحاجه ديت، سامعاني يا اختي؟ والله العظيم انا بتكلم من قلبي لكل اللي بيشتغلوا، احنا بنحبكم. البيضه ازاي التقليمه من مش اللي هي اللي مش سليمه، اعرفها ازاي؟ هي ست الكل لما اجي اشتري البيض، لما تيجي تشتري بيض اعرفه ازاي ده سليم ومش سليم؟ حاضر، عينيا الاثنين. ليكي سؤال تاني تحت امرك. الله يخليك، شكرا يا دكتور. اتفضلي. انا مش هقولك تسالي الراجل اللي بقالت تقول له البيضه طازه ولا بيض، عمره ما هيقولك مش طازه. حد هيقول بضاعته مش حلوه؟ لا طبعا. ايوه البيض تعرفيه طازه؟ خد البيضه مع احترامي، يعني هتعمليها كده لو سمعت فيها صوت اعرفي ان هي مش كويسه. هتقولي البيض الراجل مكرتنه ومغلفه وما يتفتحش. صح ولا لا؟ ايوه صح مظبوط. البيض انت فيك الجو العام بتاع المكان في بروده، والبيض محطوط في مكان نظيف يبقى بالتاكيد هيبقى تمام. لقيت الجو حر والمكان حر جدا والبيض محطوط في مكان لا يليق بيه، اعرفه انه مش تمام. لا اللوز زي الفل. نعم يا ست الكل انا معاكي. برافو عليك يا شيخ، شكرا. الله يبارك لك، اشكرك. انما مش هقول لك افتحي البيض عند البقال وشوف فيها كتكوت ولا لا. شايفين اللوز كده؟ انا عايز اللون ده على فكره، حلو قوي. شكرا يا شيخ. اتفضلي يا ست الكل تحت امرك. اتفضلي يا اختي. شايفين مع بعض كده بسرعه، علشان التفاح هو بس اهم حاجه في الاكله دي، التفاح. انا لسه ايه هكمل معاكم اهو. طبعا احنا حمرنا الايه اللوز في شويه زبده، والتفاح قشرناه بالشكل الجميل ده، لسه ايه دوره ما خلصش. الموز سهل، الموز بس يشم ريحه الرز والسخونيه بتاعه الرز هيطرى على طول، ولكن يهمني التفاح ونعمل عمليه توازن في السوى بتاع الموز والتفاح. هاخد التفاح ده كده سريعا يلا، عشان لسه عندنا نوع كفته صيامي، ونمسك التفاح نقطعه كده. الله عليك يا عم احمد اهو، شفت التفاح بعد ما قشرتها اهو اهو. وشيل البذره اللي في النص عشان الاطفال الحلوين هيعجبهم الرز ده وياكلوا منه. كبار السن اللي هم تاج على روسنا من فوق، احنا من غيركم في البيت ولا حاجه،
هو احنا عايشين غير على بركتكم. ناخد التفاح كده نقطعه بالشكل ده كده زي الفل اهو، ده التفاح. الله عليك يا عم احمد، رشه قرفه جريئه محترمه على التفاح. لا السكر هنا، لا مش حط سكر، لا ده رز بالفواكه. انا عايز اخد السكريات اللي موجوده في السك في الفواكه ديت مع الرز مع الزبيب من غير سكر. اه ادي التفاح معايا، اللوز حلو. تعالوا الحاجة مهمة جدا، السرفيس ده، دي الرؤية اللي بتكلم عنها. رز بالفواكه ده السرفيس اللي هغرف فيه، ودي الصينية اللي هرص فيها الرز دلوقتي. ذكاء يا شيف، حلو. ما تجيبليش صينية قد كده وتخبطي على الجيران والحبايب لما تعدي الشارع عشان صينية تقلبي فيها، لا. جيبي الشكل اللي هتحطي فيه على قد السرفيس اللي عندك عشان تداري على شفقتك تيد وتاكلي الرز بالفواكه من غير الجيران ما تعرف. يعني اذا جارتك حماتك مفيش مشكله، انت كده كده هتعزميها. حلو الكلام. هناخد طبعا اللوز مع الزبده اهو، نحطه هنا. الله عليك، لوز مع زبده، ونفرده كده في الايه، ركزوا معايا اهو. بعد ما حمرناه ناخد التفاح بتاعنا نحطه هنا. الله الله، زي ما هو كده اهو. عملناش حاجه؟ ما عملناش حاجه. حلو قوي. حط شويه ميه، بس الميه نحطها فين؟ في الطبق ده كده عشان ناخد القرفه، وشيشاء ميه صغير كده، ونسيب الباشا ده على النار كده 5-6 دقايق. هقول لكم انا هنعمل ايه بعد كده. 5-6 دقايق واحنا مع بعض، التفاح مع اللوز والقرفه على ما اكون قشرت الموز. الله، طبعا الموز جاي مستوي شويه. الله يسامحك يا عم حسين، مين اللي بيشتري ماسك المصاريف؟ حسين. الموز انا قايل له عايزه ايه، نص سوا، مش مستوي جامد. ده الموز ده يعني الواحد ياكله دلوقتي ويضعف قدامه، خلي بالكم. هناخد الموز ده كده، نجيب الموز مش مستوي قوي. الله، ناخد حبايه الموز دي كده ونقطعها على كبير مش على صغير، واقول لكم ليه. حلو. اسحب دي كده، حلو قوي، ونقطعها. يا نعم، زي الفل، تمام. ادي الموز هنخليه على جنب كده اهو. الله، الموز لسه ما جاش دوره، خلوا بالكم اهو. هنخلي الموز على جنب كده، حلو الكلام، حلو الكلام. وعندنا التفاح مع اللوز في النار برضو، نسيبه كده. اللي هنعمله عشان لما نطلع فاصل دلوقتي، ان التفاح بعد ما تشرب ميته هرص الموز برضو، ومعاكم مش هعملها من وراكم خلي بالكم، هاخد الرز مع الزبيب مع الجنزبيل مع القرفه، اعمل طبق منه واسيبه على نار هاديه يتمخبخ مع بعضه وايه، ويتعرفوا على بعض. في الاخر هنقلب الرز بالفواكه مع الجنزبيل، هيعجبكم قوي، وهو هتروحوا بعيد. ونسمع كلام الكبير، وبعد قول كلام الكبير مفيش كلام تاني خالص، كله سما حس. تحيا مصر. تروحوا بعيد، تابعوني بعد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واسرار رز بالفواكه مع الجنزبيل في الحله او في الطاسه اللي مع حضراتكم دي. انا خدت التفاح قطعته بالشكل الحلو ده كده اقماع، رصيته بالشكل الجميل الحلو. كان معانا موز تقريبا نص سوا، قطعناه بنفس الشكل كمان كبير. حطينا القرفة مع اللوز هنا، حبيت اللوز هنا بقى طرية على فكرة. انا قصد الموضوع ده ان انا احمر اللوز واسيبه يغلى على النار مع القرفة، هياخد طعم مميز جدا. كل ده على النار اهوت زي الفل. وانا بحمر عشان في الفصل يبقى فيه مصداقية اعلامية، جبت حتة جنزبيل صغيرة وحطيتها كمان مع الصوص ده. ركزوا معايا، الجنزبيل مع القرفة مع الموز مع اللوز مع التفاح عامل شغل جامد قوي. كل ده على النار، كل ده على النار يا عم احمد مع شقشاء مية. الله عليك. نيجي بقى للايه، للموضوع الكبير هنا بقى. ده الرز بتاعنا مع الزبيب مع الجنزبيل زي الفل. الله، اللي هياكل من الطبق ده النهاردة بجد هيدعي لي. والطبق ده مهم جدا وقيمته الغذائية عالية جدا يا هيما. ده بقى نسمى نحط توقعة تحتها كده ونقول اكلات شهر العسل. طالما بقى ايه، هنتكلم بقى عن الاكلات المهمة اهو. كل ده مع بعضه تقدروا تقولوا عليها مقلوبة الرز بالايه، بالفواكه. ادي الجنزبيل مع الزبيب، والزبيب والجنزبيل لهم قيمة غذائية.
عندي قرفة خشب احطها كمان كده عشان تبان معايا في الاخر. انا برص دلوقتي ليه عشان هقلب الطبق ده كده، احط كمان القرفة هنا وابدا اخد الرز بتاعي ده كده. الله، شايفين السائل اللي انا حطيته؟ انا قصد كده اهو. الله، اهو رز بسمتي شوحناه مع جنزبيل وزبدة. حلو اهو، خلص كده بالراحة. طبعا انا هرفع دي من على النار علشان المطلوب ان انا احطها على نار هادية، اسيبها بتاع 10 دقايق وفي الاخر اقلبها واوريها لحضراتكم. الله الله، الرز ده ما اقولكم، شفت الرز البسمتي بعد ما فلفلته الحبة بحبتها. طبعا العدسة الجميلة فرسان التلفزيون المصري الجميل والتكنيك على الشاشة دلوقتي، الجنزبيل باين والزبيب باين، يعني كل واحد بشخصيته. ولما اقلب السرفيس ده هلاقي الخبث الوان معانا، الزبيب والجنزبيل والموز والتفاح اهو، كل ده معاكم انا واحدة واحدة اهو. حد بيسألني دلوقتي يا شيف احمد ده يعتبر حادي ولا حلو؟ هاتمي الاخر، هناكله طبق ايه بقى؟ حلويات؟ لا ده طبق حادي خالص. انا حاطط على الرز ملح وفلفل، شفنا مع بعض ازاي، ومشروب الجنزبيل بالقرفة احنا عارفينه. الله الله الله، طعمة القرفة هنا مع الرز خطيرة. والقرفة ليها فوائد كتير، لما نبحث كده اولهم القلب، واحنا محتاجين يكون قلبنا قوي. والتفاح كمان له فوائد كتير، اولهم القلب. الله، اذا الاكله دي نسميها ايه؟ للقلب، والقلب يعشق كل جميل. الله، حلو حلو الكلام. زي ما هي كده هاخدها تاني وارجعها على نار هاديه. الله، سخنه يا بالشوم عليك، الله يسامحك. هناخدها كده ونحطها على نار هاديه اهي، ونضغط عليها بالراحه خالص كده علشان نبدا ان احنا ايه، نعملها قالب اهو، ونخليها بنفس الغطاء زي الفل تمام اهو. بس سيبك بقى كده على النار، تعالوا ما نشوفوا الاكله الصيامي بتاعتنا الحلوه اللي هنعملها. معانا اكله صيامي دلوقتي هنعملها حالا، ولها اسرار زي كل اكله مع شيف ونص لها اسرارها. الاكله الجميله هعمل طبق كفته بالبطاطس والشوفان، مقاديرها على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معايا بطاطس مسلوقه بالقشره، خدي تحتها خط سلق بالقشره دي لازم. معانا شوفان، معانا جنزبيل، معانا بقدونس، شبت كزبره، بصل مهم جدا، توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. اقول المقادير كمان مره لحضراتكم سريعا ازاي نعمل كفته صيامي بالشوفان. كفته البطاطس بالشوفان صيامي، ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا بما تحتويها من شوفان وبطاطس نشويات عاليه جدا، وكمان الجنزبيل معايا هبدا احط فيها قطعه من الجنزبيل تديها سبايسي وتديها طعم مميز. معانا كيلو من البطاطس مسلوقه بالقشره، ولما اقول مسلوقه بالقشره ورا المعنى حديث، يعني انا عايز احافظ على النشويات اللي موجوده في البطاطس علشان انا مش هحط بيض، البيض هنا ملوش ذكر، يعني مش عايز بصيامي، فانا عايز النشويات بتاعتها مع الشوفان هيعملوا تكوين ثنائي جميل جدا يساعدوا لطبق الكفته يطلع بتاعي. معانا طبعا خضره، بقدونس وشبت وكزبره، التوم والبصل والجنزبيل، ملح وفلفل، وزيت نباتي للقلي. المقادير شفناها مع حضراتكم، يلا نشتغل مع بعض. هنجيب كسروله ازاز كده عشان نبدا نفرم كل حاجه مع بعضيها. البطاطس طبعا في الفاصل الثاني ده احنا قشرنا البطاطس وهرسناها بالشكل الجميل، هبدا اهرسها كمان شويه بالسكينه كده وبالشوكه، ده مهم جدا. بلاش هنا نستخدم الكبه او الخلاط، انا عايز الخضره كلها تكون ايه، طريه بالشكل ده كده. وهقول لكم هنعمل ايه علشان الخليط ده كله يتماسك مع بعضه تقدر تعملها صيامي. اهو دي بطاطس، لا انا هخش بايدي بقى، خش بصدرنا فيها كده لان الشوكه مش هتجيب نتيجه. هنجيل نظبط كده البطاطس بتاعتنا ونبدا ايه، نعمل خليط للكفته. كفته صيامي، كفته صيامي، كل حاجه مع شيف ونص سهله، كل حاجه مع شيف ونص تعملها بحب هتطلع بعون الله جميله جدا، خلي بالك. ودايما المطبخ بقول ما هوش دستور ولا هو قاعده ولا هي مثلا نظريه علميه، لا ده هي حب، رؤيه، ابداع، فن. عيش الجو كده وتتخيلي الاكله هتطلع معاكي زي الفل.
هناخد البطاطس بتاعتنا بايدينا كده ايه، نفتفتها كده ونهرسها نتاكد ان هي اتقلبت. الله اهي شفتوا. نبدا نضيف لها بقى الحاجات بتاعتنا. عندنا عجينه من البطاطس وحطت عليها معلقه دقيق عشان برضو انا بصوا الله العظيم ببقى عايز اخبي الحاجه بس بقولها. هو كده انا كده اللي على لساني واللي على قلبي زي ما بقول على لساني اهو. معلقه دقيق حاططها على فكره اهي، مخلي لي العجينه دي عامله كده، دي عجينه عاديه خالص اهي. معلقه دقيق مع كيلو بطاطس مسلوق بالقشره. يا نعم يا مدام ايمان ازيك. شوفان شوفان مع البطاطس نهرسهم مع بعض الاول. مدام ايمان شفت انا بعمل ايه شوفان وبطاطس طبعا عشان اكل الطبق ده مش هقدر، فوش طعم كده يا شيف لسه. ايه بطاطس وشوفان ده الاتنين ما لهمش طعم لما بناكلهم من غير حرمشه. لا ما اقولكش انا بس ايه داخل بيدي كده فبستغل الفرصه واخلط الخليط كده وبعدين نكمل مع بعض كده. انا اساسيات الكفته عندي زي الفل. تعالوا بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. يا مدام ايمان ازيك. مدام ايمان هنفرم الخضره بتاعتنا اللي هي البقدونس والكزبره والشبت والبصل. يا نعم نعم الله عليك، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. والله عليكي اقول لك تعظيم سلام للدعوه الحلوه دي. ربنا يخليك يا شيخ احمد. اموريني لو سمحت عايزه بس نعرف اللي هو الكريمه اللي هي الباستري ديت الكريم باتسير اللي هي بتاعت اللي بتبقى بالصفار البيض دي حضرتك. ايوه صفار البيض ممكن تعمليه بصفار البيض والزعفران والنشا، ممكن تعمليه بالكاستر اللي هي بتبقى بتاعت حشوة الاكلير. بتحشي بقى الاكليرز برافو عليك، ممكن تحشي بقى بلح الشاب. ايوه مظبوط. اموريني يا ست الكل. الله يخليك شكرا. عايزاها نعملها يا ريت. والله خلاص بكره مع بعض ان شاء الله ما يطلبه المشاهدون فورا على النايل لايف. يا ريت تعرفها لي دلوقتي. خليك يا شيخ احمد. نعمين تعرفها لي دلوقتي يا حاضر. طب بص معايا يا ست الكل، هتجيبي واحد كوب من الحليب واثنين معلقه زبده واثنين معلقه كاستر واثنين معلقه نشا. هنحط الحليب على النار ثلاث ارباع الكوب، وفي الربع الثاني هندوب الكاستر مع النشا ونخليهم على جنب. نحط معلقتين الزبده على الحليب ونحط شويه سكر كده، زبده وسكر وحليب، وعندنا صفار اثنين بيضه. هنمسك النشا مع السكر مع الكاستر نحطهم مع الحليب، بمجرد ما يغلي تبقى عندي كريمه مهلبيه زي المهلبيه بالكاستر. هناخد صفار البيض نضربه كده، نفصل البياض عن الصفار ونقلبه كويس بالمضرب، وننزل بيها على الخليط ده كده واحده واحده على نار هاديه جدا. ممكن نعمل له حمام ميه لغايه لما الكريمه عندي تبقى زي الكريمه اللباني كده بس على تقل شويه، واعملي حسابك ان انت لما تحطيه في الثلاجه هيجمد، وتسيبيها لما تبرد زي المهلبيه. لما تحطها في الثلاجه غطيها عشان لو حطها في الثلاجه مكشوفه هتعمل طبقه من فوق كده شفافه، طبقه جيلاتينيه، فدي هتضايقك شويه في الحشو، فانت غطيها كويس وحطها في الثلاجه تبرد خالص. طلعها من الثلاجه بالمضرب تضربها تاني هتبقى عندك زي القشطه كده لونها اصفر جميل جدا. لا حشوات كتيره بقى زي ما انت عايز، اكلير، بلح الشام، تعملي بقى كنافه، تعملي بقى بسبوسه، دي الاساسيات بتاعتها زي الفل. انا عندي الخضره فرمتها، ونركز على التكنيك بتاعنا. الاول خلطت الشوفان مع البطاطس ومعلقه الدقيق، بقى عندي اساسيات الكفته. ابدا انزل بالخضره كلها مفرومه بالسكينه حلو، وقلت كمان مره دي ما تتعملش في الكبه خالص، في الكبه مش هيبقى شكلها حلو. انا عايز الخضره كلها تبان بشكلها الطبيعي، البصل يبان بصل والبقدونس بقدونس والشبت شبت. عاد البصلايه زي الفل. يا نعم تمام اهو، هنفرم كده دي بسرعه. دي بصلايه اهي تقطعها ايه ناعم قوي الله شايفين طبعا كان زمان والله اقول لكم على حاجه، كنت اشوف الحاجه ربنا يديها الصحه تحط البصله دي بين ايديها وتعمل لنا مثلا يعني اكله كده فيها بصل ولا كفته ولا شكشوكه. والله العظيم ما تقوليش اجدع شيف في العالم، الامهات كلهم، انا ما بقولش امي بس، كل الامهات بتوع الزمن الجميل تعمل البصله كده كده. انا السكينه نازله على ايديها كده نازله على قلبي والله العظيم، ما بتعور السكينه بتعور مؤمن ابدا كده كده، تيجي عامله كده انسى، انا بقطع واعد واعمل فيها معلم انسى يابا، ما ينفعش. هم ده هو ده
بلانشات بقى كلها اشكال والوان دلوقتي، بلانشات سيراميك، بلانشات خشب، بلاستيك، سكاكين ايد من فضه، ايد من ذهب. المهم هناخد الجنزبيل بتاعنا الحلو ده كده وناخد منه قطمه مع معلقه توم حلوه. انا افتكرت حاجه فحبيت اقولها، تحرموني منها. ادي التوم حطناه زي الفل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، الزيت طبعا بيسخن على النار اهو، ملح وفلفل، شويه بابريكا. طبعا انا بظبط الطعم لان الشوفان مع البطاطس الاثنين حلوين وكل حاجه، بس طعمهم ما يتهضمش الا مع شويه بهارات وتركيبه كده حلوه اهو. الله 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 اهو، ادي البهارات بتاعتنا اللي حطيناها على كفته البطاطس بالشوفان، كل ده مع بعضه. خلي بالكم البقدونس هنا في سائل فيساعد على ان العجينه بتاعتي تتعجن. هاخد الجنزبيل كده، حاضر الرز اغرفه دلوقتي ونتفرج عليه ما اقولكمش. ادي الجنزبيل، واقلبها تاني كلها مع بعضيها، واخد الكفته واروح عند الزيت بتاعنا كده، وربنا يقدرنا لغايه لما وقتنا يخلص نعمل 20 30 قرص. انت لو عملت 2 يا شيخ يبقى 100 100، 20 ايه 30؟ ده انت وراك كل شويه 3 4 العد تنازل اشتغل. خلونا مع بعض نبدا نقلب دول كلهم مع بعض اهو. هقلبها واحط القرصين في الزيت ونرجع نقلب الرز بالفواكه مع بعض اهو. اساسيات الكفته، بطاطس مسلوقه بالقشره، شلنا القشره بحذر شديد جدا بعد ما بردت، خلطناها مع معلقه دقيق كيلو بطاطس، نزلنا مع نص كوب من الشوفان، قلبناهم مع بعض كويس. بعد كده ننزل بالمواد السائله اللي فيها بعض السوائل زي البقدونس والشبت والكزبره، الخضره دي هتساعد على العجينه تبقى طريه، مع بصله متقطعه ناعم، مع جنزبيل، مع شويه بهاريات جميله جدا من البابريكا والملح والفلفل، كل ده مع بعضه صيامي. الله، تخيلي بقى انت فرمتيها في الكبه، مش هتلاقي الخضره دي بالشكل ده ابدا، هتلاقيها مخلوطه كده عامله زي كفته الرز. عارفين كفته الرز لونها اخضر، ايه الخضار ده؟ مش عارفين. الله الله اهو، اعجناها كويس، معلقه دي واحده عشان ما تعجنش منك. الشوفان هنا يقوم بدور الايه؟ العصب للكفته. الله، اخدها كده، ركزوا معايا، عندي حته عجينه حكايه. ادي كفته صيامي عشان الاخوه المسيحيين ما يزعلوش مننا وما بننساكمش ابدا. ايد واحده حفرنا قناه السويس، ايد واحده عبرنا خط بارليف، ايد واحده الانتصار على العدو، ايد واحده الوطن مصر، ايد واحده. شايفين ده الشوفان اهو، الله الله اهو، زي ما هي زيت زيت، اوعى وشك. اشيل دي من هنا؟ حاضر يا استاذه. اسمع كلامي الكبير اهو، حط دي كده قرص يا استاذه اماني. ايوه اه 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 طبعا الاستاذه اماني بتقول ليه في الاربيزه عشان تعرفوا الاستاذه اماني ديت يعني ايه ذواقه تحب المطبخ، استاذتنا طبعا المونيتير الجميل. هي بتقول لي يا قشيفه لو كنت الاول اكره المطبخ، دي من ضمن طبعا الشهاده دي انا يعني ايه اعتز بيها. فمن بعد ما معانا في البرنامج دلوقتي للسنه السابعه تقريبا، ضرايب سمعنا ولا حاجه؟ حلو. طيب احنا ايه اللي بيحصل؟ بتقول لي يا شيف بروح اعمل احلى اكل، جوزي شخصيا بيشكرك. فطبعا انا بشكرك انا كمان. بتقول لي فين البيض؟ طيب انت مش متابعه معانا من الاول. دي صيامي. صيامي ما تحطلهاش بيض ولا زبده، تحمر في زيت وزيت نباتي مش زيت زيتون كمان. كمان لبن؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. لا كفته جبته. طيب شايفين الشوفان ده بيحميلي الكفته بتاعتي بيخلي لونها احمر. الله، كفايه دول خمسه؟ كفايه رضا، تعالى اغرف الرز يا عم احمد مفيش وقت. تعالوا مع بعض نقلب الكفته دي الاول عشان نحافظ على الشكل بتاعنا الحلو. ممكن تقدمي معاها بقى صوص طماطم. الله عليك يا عم احمد، شوف صوص طماطم حلوين كده مع الكفته ديت، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ احمرت شويه مش مشكله، هناكلك والله لو اتحرقتي هناكلك برضه. شفت ازاي؟ تمام. هنخلي الطبق كده على جنب عشان نطلعهم مع بعض. الله، حلو قوي، جميل قوي. كفته الشوفان او
كفتة البطاطس بالشوفان. الرز اخباره ايه يا عم احمد؟ الرز اهو هشيله من النار بقى عشان نغرفه. تعالوا بقى اتفرجوا على المفاجأة الجميلة الحلوة، مش محتاج برزنتيشن، هو لوحده شغل. حطه هنا مع الاستاذة برديس كده عشان نغرفه مع بعض. اشيل الطبق ده كده، شكرا يا عم الطبق، دورك انتهى، وادي السرفيس بتاعي. بس خلونا قبل ما ايه حلو، لازم الحركة دي كده نفصل الايه الرز من الصينية. حلو الكلام، نقلب كده. اللهم صل على النبي، صل على رسول الله، صل على رسول الله. وناخد كده الصينية بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولوا مقلوبة؟ لا مش هنقول مقلوبة، هنقول ايه رز بالفواكه مع الجنزبيل. بسرعة بسرعة عشان الصينية مش حلوة، مش حلوة يا شيف. ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ النهارده الشيف مدلعنا اخر دلع. هناخد كده الموز، قصدي الموز مع التفاح، نحط دول هنا كده. الله الله، لا يا باشا كله زي الفل طالع معانا. شايفين التفاح مهروس ازاي؟ والله الاكله ديت عايزه ايه؟ يا هيما يا هيما، اكلات شهر العسل يا هيما. شايفين طبعا الاكله الحلوه ديت مش محتاجه، مش محتاجه خالص تحط لها اي حاجه. تعالوا مع بعض نطلع الكفته علشان احنا وقتنا خلص وكده زي الفل تمام. الله الله الله، واحد ملوش تاني. طبعا دي ما فيهاش بيض، بس تلاحظوا ان هي جميله وحلوه ازاي. خلي بالك، شفتي؟ روعه. دي كفته الشوفان او كفته البطاطس بالشوفان، اعملها لاولادك النهارده وبلاش بقى صيامي. لا هي الطريقه كده هتعجبك قوي على فكره، و قيمتها الغذائيه عاليه لان الشوفان فيها لوحده مش محتاج كلام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ادي كده زي الفل يا عم احمد. الله الله الله، تمام. انا احنا ممكن نقدم معاها صوص طماطم، انا قلت زي ما هي كده مفيش مشكله، هي وجبه اساسيه طبعا زي الفل تمام. مطبخنا النهارده بنرضي كل اللي بيشوفونا على شاشه النايل لايف من الحلوين اللي احنا بنحبهم. الاكل الصيابي بنعمله والاكل العادي بنعمله، وفي تنوع، ولكن الخطة وسياستنا واحد. لما بعمل وجبة بيكون فيها القيمة الغذائية العالية جدا لافراد اسرتك، وبترضي كل الاذواق، الاطفال وكبار السن على قائمة الاهتمام. وبعدين احنا ناكل، يعني كنت في المطبخ ممكن تاكل اي حاجة وتصبري نفسك مفيش مشكلة. المطبخ على شاشة النايل لايف زي ما حضراتكم شايفين، انتوا اللي تقولوا مش انا. الراية والابداع والفن حصريا مع الشيف المغازي.